في ماب يا جماعة في روبلوكس من يومين كده اشتهر بانه بيسيء الاسلام. طبعا الماب ده معمول من زمان قوي، ولكن حصل له ابديت من يومين كده. يعني يا جماعة الناس كلها بتتكلم عنه. تمام، انا صراحة كنت عايزة انزل لكم الفيديو امبارح، ولكن امبارح نزلت لكم حاجة تانية. المهم يا جماعة، الفيديو النهاردة حرفيا بيتمحور حول انكم تبلغوا عن الماب ده. طبعا يا جماعة ده بيسيء الاسلام يعني بشكل كبير، واحنا كمسلمين ما ينفعش ان احنا نرضى يعني بحاجة زي كده. طبعا يا جماعة الخير، هوريكم من جوه الماب بيحصل ايه، عشان يعني ما تقعدوش كل شوية انتوا كلكم تلعبوا الماب ده هيشتهر اكتر. انا عارفه طبعا مش هتلعبوه عشان انتوا عايزين، ولكن هتلعبوه من الفضول. تمام، فانا صورت لكم كل حاجه بتحصل جواه لحد ما ادخل الجنه استغفر الله يعني. اوكي طبعا يا جماعه الخير، اول ما تدخل الماب هيحطولك في رقم على السحابه. طبعا يا جماعه الخير، التصميم الماب نفسه غبي قوي، واللي هو يعني حرفيا مستوحى من الكرتون. يعني انا كنت بشوف ده في توم وجيري. المهم يعني يا جماعه، ان هتفضلوا كل شويه تعملوا سكيب من البتاع اللي تحت دي عشان يعني تسابقوا اللي قدامكم، فاهمين؟ انا حرفيا يعني قعدت فوق نص ساعه او حرفيا ساعه الا تلت عشان بس اتعدى الخط. تمام، ان يا جماعه بجد صعبه. وانا لما رسبنت في الماب كنت رقم 26، دلوقتي حرفيا كنت بعافر. يعني اللي هو انا عارفه طبعا كل اللي موجودين في الماب حرفيا نصهم عايزين يعرفوا ايه اللي جوه، يعني هو من الفضول بس. تمام، الناس كلها بتدخله من الفضول، فانا صورت لكم فيديو ده وانا بلعبه برضو. اول حاجه عشان اشبع يعني فضولي، وتاني حاجة عشان محدش يدخلوا منكم كلكم تعرفوا ايه اللي هيحصل وخلاص. تمام، عارفين يا جماعة ما ملوش اي لازمة. ولكن طبعا حبيت اصور لكم اللي حصل. طبعا كنت رقم واحد، هتستنوا 50 ثانية او دقيقة يعني، وبعد كده كل شوية طبعا كل ما تستنوا هترجعوا لورا تاني، وبعد كده حد يجي مكانكم، فاهمين؟ فاللي حرفيا يا جماعة حاجة موترة قوي. تمام، انا كنت كل شوية استنى ويتعاد من جديد. تمام، فالمهم يا جماعة الخير، على اخر حاجة كده يعني استنيت حرفيا، الناس اللي ورايا مش بيسكتوا، فاهمين؟ فالمهم تستنوا 50 ثانية. ويا جماعة الخير بجد الشيء اللي جوه يعني بجد حاجة صدمة، يعني انا متوقعتش يعني حرفيا بعد كل العناء ده عشان اشوف ده، فانا بجد يعني حاجه عبيطه. طبعا زي ما شايفين كده، كل ما بنقرب الموسيقى بتزداد، وكان يعني في موسيقى اللي هو قال يعني موسيقى سمائيه، فاهمين؟ فكان كل شويه الموسيقى دي بتتعاد من جديد ومش عارفه ايه. وطبعا يا جماعه الخير، في على جنبك شيطان، وفي مش عارفه الجنب التاني يعني اعوذ بالله يعني بيقولوا هم ربنا. يا جماعه بجد يعني حرفيا محاولات كتيره قوي، قبل ما ادخل في الاخر دخلت وشفت البيضه دي وهي بتتفقس. طبعا فقست وطلع لي نص شيطان مش فاهمه ازاي يعني. تمام، طز دلوقتي في الحيوان اللي طلع لنا دلوقتي، ندخل جوه في التصميم يعني اللي هم عاملينه بتاع البيت او بتاع الجنه المفروض. طبعا تدخلوا القصر ده هتلاقوا ديسكو اعوذ بالله يعني، وبعد كده يا جماعه هتلاقوا بس الراجل ده بيرقص مش عارفه اصلا مين ده، وهتلاقوا هنا بسين وكراسي وبس حرفيا يعني، وده التصميم من بره يعني يا جماعه بجد. بعد كده الدور هيتعاد لكم من اول وجديد بعد كام ثانيه. فيا جماعه زي ما شفتوا كده، انا بنبهكم كلكم ما تلعبوش المبدا خلاص، اديكم شفتوا ايه اللي هيحصل جواه. اول ما تدخلوا طبعا هيبقى فيه موسيقى، طبعا دي ذنوب غير يا جماعه الخير، انه حرفيا انا مش عارفه يعني هو ده يعني لعب مبدأ حرام ولا لا بصراحه، بس انا يعني انا صورته لكم بغرض بس انكم تشوفوا ايه اللي جواه، عشان محدش كل شويه هو جاي مثلا يبلغ يدخل يشوف ايه اللي جواه. تمام، انتوا كده اول ما تدخلوا هتنشروا مبدأ اكتر. تمام، والناس طبعا يعني هتلعبوا اكتر، وصاحب المبدأ هو اللي هيستفيد. طبعا يا جماعه الخير، مش روبلوكس اللي عامله مبدأ، بل انتوا عارفين طبعا في مطورين كتير قوي في روبلوكس، في ناس كتير قوي صناع مبات يعني، فاكيد مش روبلوكس هي اللي عامله الماب يعني، ده حد منها اصلا. تلاقي روبلوكس اصلا ما تعرفش ان الماب ده موجود في الحياه. فيا يا جماعه، يا ما تاكلوش روبلوكس على الفاضي وتقعدوا تقولوا دلوقتي روبلوكس بيسيء الاسلام، هو الماب اللي فيها الشخص اللي عمله بيسيء الاسلام. تمام، انا طبعا مش بدافع عن حد، ولكن يا جماعه خير يعني الحق يتقال. سو دلوقتي كل اللي طالبه منكم وكل اللي عليكم كمسلمين، هتدخلوا في البحث وهتكتبوا، وانتوا اصلا هتلاقوا على طول في المقترح يعني في مابات المقترحه، هتكتبوا لاين تو هيفن. وطبعا يا جماعه الخير هتحطوا للماب ديسلايك، وبعد كده هتبلغوا على الماب، وكمان لو قدرتوا تبلغوا عن الشخص نفسه صاحب الماب بلغوا، مش هتخسروا حاجه يعني. طبعا يا جماعه الخير، اللي ما يعرفش طريقه البلاغ يعني يبحثوا عنها، عشان بجد يا جماعه كنت عايزه اعمل لكم طريقه البلاغ يعني كده وانا ببلغ، ولكن دلوقتي ما فيش نت ان ادخل روبلوكس. تمام، عشان النور قطع. تمام يا جماعه الخير، فبس حبيت بس ان انبهكم كلكم عشان ما حدش يقع في الفخ ده. انا يا جماعه صورت لكم فيديو عشان
اشبع فضولكم، تمام؟ محدش بقى يروح يعني اللي هو فاهمين اللي هو يروح ويلعبوا تاني. يعني خلاص انتوا عرفتوا ايه اللي جواه، حرفيا تنتظروا كتير قوي وهيبقى في موسيقى، وبعد كده تدخلوا زي الديسكو ده اللي شفتوه، هيبقى في ناس قليلة ادب قوي في الماب. طبعا كان في حاجات كتير قوي قليلة ادب ولكن انا قصتها. فيا يا جماعة الخير، يعني من الاحسن ليكم انكم ما تدخلوش، تمام؟ فطبعا يا جماعة الخير حطوا لايك للفيديو ده عشان غيركم يدخل برضو يبلغ عن الماب، ونوعي الناس دي محدش يدخل يلعب الماب يا جماعة، لان بجد يعني انا مش عارفة بصراحة، وكمان مش عايزة انكم تدخلوا بسببي انا وتشوفوا الماب ده وانا وانتوا كده ناخد ذنوب اللي هو كل حد دخل، فاهمين؟ ف يعني ارجوكم محدش يدخل الماب اديكم شفتوا ايه اللي جواه، تمام؟ فبس كده يا جماعة حط لايك زي ما قلتلكم عشان غيركم يشوف، وبس كده، سي يو.